فهو قاعد له 4 شهور في البلد وزحقان ما فيش شغل، فواخد شنطته يعني طالع يا واخد كانه طالع يديه لحد يمشي على باب الله يسرح يروح اي حته عشان يجيب حاجه لعياله. فقبله من حسين السقه دي قال له يا محمود احنا بنلم طقم للمركب تيجي معاني؟ قال له يا عم من قيمه 4 ايام سمعنا ان طلع 8 طنفار منه في ليبيا، 4 ميتين و4 حيين. رايح عشان يجيب لهم ياكلوا، مع 4 بنات وواحد وكل صغيرين قطط، وكنا بنين وعلينا فلوس الدنيا. راح قايل انا مش اكل، همشي على باب الله. قلت له والله سهيلك. راح واخد ماشي ولغايه الساعه ما نسمعش عنه اي حاجه نهائي. كان بيتصل ما بيقى جاي بيتصل ما بيقى جاي قدامه 5 ساعتين ولا حاجه يتنسى متصل. قايل انا خشنا اهو، من ساعتها ما سمعناش عنه اي حاجه. خلاص ربنا رحت متصله على الناس اللي ماشيه معاه، راحوا قايلين ده احنا بقالنا 4 ايام ما نعرفش عنهم حاجه. قلت لهم ازاي؟ راحوا قايلين والله ما نعرف عنهم اي حاجه. راحوا قايلين فضلنا لغايه الساعه دي بقالنا ما نعرفش عنهم اي حاجه، نتصلوا بده ما نعرفه، نتصلوا بده ما نعرفه. مع 4 بنات عايزين ياكلوا ويعيشوا وعايزين هدوم ومدارس وبعدين ما فيش شغل هنا، ما فيش شغل. السعاده هنا اكتر التهريب، ما فيش الا ان كان كده ماشي، ما فيش خلاص. عايز اللقمه الحلال لعياله، ما احنا مش عايزين حرام، عايزين حلال. وما شاف الحلال وما نفعش ولا جاش، طلعوا ما جاش.